يتجول مراسلنا ميشائيل فيجا بدراجة سكوت عبر ألمانيا، ويتوجب عليه الآن الإسراع للوصول إلى هدفه المحدد في 80 يوما. وبخطوات واسعة وقفزات طويلة تجاوزت سرعته بالدراجة 20 كيلومترا في الساعة، وفي طريقه إلى مدينة مانهايم يزور مركز الإبلاغ عن الأطباق الطائرة، وهو موضوع مثير يشغل الألمان. تقع مانهايم شمال ولاية بادن فوتنبرغ، وحتى الآن قطع مراسلنا بدراجة سكوت 1761 كيلومترا. هنا مركز الإبلاغ عن الأطباق الطائرة، وبالفعل يعتقد نحو 40% من الألمان بوجود كائنات فضائية. خبير المركز فيرنا فالتا يتلقى يوميا مكالمات هاتفية من أشخاص يزعمون رؤية أطباق طائرة. يسأله مراسلنا حول أغلب تصورات الناس عن الكائنات الفضائية. أغلب تصورات الناس حول الكائنات الفضائية تأتي من أفلام هوليوود، وحالياً يتصور الناس وجود كائنات رمادية متوسطة الحجم وليست خضراء صغيرة كما كان. فالتا يهدئ من روع المتصلين، لأن الأمر لا يقتصر فقط على اعتقاد 40% من الألمان بوجود كائنات فضائية، وإنما سدس الألمان أيضاً يعتقد بأن الشمس تدور حول الأرض وليس العكس. في بعض الأحيان يصعب على الخبراء تفسير رؤية الأطباق الطائرة كهذا المذنب الأبيض في غرينلاند والذي أثار دهشة العالم، لكن في النهاية اتضح أنه ناجم عن اختبار صاروخ روسي. الصور تبدو وكأنها نتيجة لهجوم تشنه أطباق طائرة، فهل هذه الأطباق موجودة بالفعل؟ بالطبع هناك بين الحين والآخر ظواهر تثير الحيرة وليس لها تفسير منطقي، ولكن إذا ما تمعن المرء وأدرك الظروف المحيطة فسيجد التفسير المناسب لها. لماذا يصر الكثيرون على رؤيتهم للأطباق الطائرة؟ كل شخص يرغب في أن يكون الوحيد الذي اكتشف أمراً غير مألوف، ومن هنا تستمر الأساطير حول الكائنات الفضائية من خلال اختلاق قصص جديدة. ومثل هذه الأطباق الطائرة هي الأسطورة الوحيدة المتجددة في وقتنا الحالي. يتعرف مراسلنا ميشائيل فيجا على اختبار واسع في الشارع الألماني حول الأطباق الطائرة ومدى اعتقاد الألمان في الكائنات الفضائية وإمكانية الارتباط بصداقة معهم واستضافة كائن فضائي في منازلهم. هذا الرجل يفكر في إمكانية الثقة في كائن فضائي وفي النهاية يوافق على ذلك. أما هذا الرجل فهو مسرور بالتعرف على الكائنات الفضائية ولكنه يرفض اقتسام المنزل معه. وفي المقابل يدعو الرجل مصورة ترغب من جانبها بالتواصل مع الكائنات الفضائية وتأمل في استضافة أحدها. الألمان يحبون إذن الكائنات الفضائية، ويأمل ثلث الألمان في الحصول على مساعدات كونية. استمع مراسلنا ميشائيل فيجا إلى معلومات مفيدة، لكن السؤال حول وجود الكائنات الفضائية بقي دون إجابة وسيظل يشغل بال البشرية لفترات مقبلة. أما الآن فيتعين على مراسلنا مواصلة جولته بدراجة سكوتا في اتجاه الجنوب الشرقي.